في إطار النهوض بمستوى التعليم الأولي لمجموعة مدارس دريم سكول الخصوصية بمدينة برجدة، قامت هذه الأخيرة بالعمل على مشروع القارات والمحيطات الذي يهدف من خلال عرضه على تعرف الطفل فيما يخص موقعه على الكرة الأرضية، وأيضا معرفة أسماء القارات والمحيطات إضافة إلى مميزات كل قارة على حدة. Je suis Madame Amel Ben Yahia, éducatrice de la moyenne section à l'école Dream School. Nous avons eu le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cet événement qui donne l'importance à la planète Terre et qui réveille le côté savoir et savoir-vivre de l'enfant à bas âge. ويذكر أن مجموعة مدارس دريم سكول بمدينة برشيد تراهن على تقديم أفضل العروض التعليمية بالمنطقة من حيث التجهيزات وجودة بيئة العمل والأساتذة والتقنيات البيداغوجية الجديدة، وذلك عبر استثمار ضخم سواء في المنشآت أو في الطاقم التربوي.